يوم القيامة ذا مرك إلهي سبحانه وتعالى لهر إستاغو في سورة القاف إلهي وحود أهي ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إلهي وحود أهي مالين تاس مركبونك يوم القيامة ذا ليريو روح والبو بني آدن إلهي سبحانه وتعالى أي صهر إستاغان يعني. قف والبو بني آدن وحال صعود قرين كوذا ملق كوذا وقري جري تنبي كوذا سيئات كوذا أي حسنات كوذا مركي إلهي سبحانه وتعالى هر إستاغان إلهي وحوكو دهايا مالين تان وإلوبت لقد كنت في غفلة من هذا غافل أيا كأهد مالين تان إني دعيسو فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد مالين تاس حجابك إن دهاغ سارناي والغا قاذي سفيا عن أيا وحك استوى أركيسا في عين اليقين جهنم ذا جحيم ذا عمل كيو لنا سميسي كتب كاغ سفيا عن أيا وأركيسا لا يحوده وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ملقيسا أيا إلهي ورستاغا يحوده يا إلهي وبوكي سواكرا ركاس إلهي وحودها يا ألقيا في جهنم كل كفار عنيد جهنم ذا أدرى كل أو ككفريان آياتك إلهي مالين تاس لكن قلق لا أيا جيران وإلهي آغ أجعليها في سورة القاف وحودها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد كوا تقوى ذا إلهي خشوع إلهي كد ذالي جيران جنة ذا أيا لوسو نوينايا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ جنة ذاس أجدين وحي إذين تهي الوعيد promise ووعدك إلهي وإلهي سبحانه وتعالى إذن كبلن قاذي من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب كوا إلهي كخشوع جرين بالغيب أيكون إلهي أركي جرين بقلب منيب أو قلبي غوذ مرولب إلهي أي كحسي جرين مو ديار قروبنا مالين تاسا إلهي سبحانه وتعالى هر إستاغي دونو مالين تاس إلهي وحو أبحي يوم الوعيد The promised day معنها وحاواية It's a day that will happen في عين اليقين You will see it with an eye of certainty What have we done to prepare? عيارة كجرنا I ask that Allah سبحانه وتعالى makes us among the شاكرين that he forgives us for our many shortcomings and he admits us to Jannah by his mercy.